فارما، صحتك في أمان. يا مينا تمام يا دكتور، مساء الخير. انا كنت ببعث لحضرتك على الواتس. تمام يا دكتور. ماشي يا حبيبي، اوكي، يلا اتكل على الله. تمام يا دكتور. مساء الخير طبعا على حضرتك محمد وعلى حضراتكم جميعا، اساتذتي وكل الدكاتره. احنا دايما بنتشرف كده دايما بوجودنا مع حضراتكم كايفا فارما، وبتشرف انا بوجود يمين عماد مع حضراتكم دايما باستمرار. ودايما بنشكر نجدد شكر دكتور محمد ان هو ادانا الفرصه ان احنا دايما نبقى موجودين مع حضراتكم ونسمع كم العلم اللي حضرتكم بتقدمه لنا في محاضره ورا محاضره. يعني انا هدي بس بريف سريع النهارده عن البرودكت، يعتبر من اهم البرودكتس عندنا اللي هو الدونازيل الدونبيزيل ده هيدروكلورايد بيشنت الزهايمر. زي ما حضراتكم عارفين بيشنت الالزهايمر يعتبر من اصعب البيشنت اللي يمكن حضراتكم بتواجهوه، وزي ما حضراتكم اللي هو الستيج بتاعه الالزهايمر بتبقى 3 ستيج، المايلد او الايرلي ستيج، الميدل ستيج او المودريت، والليت ستيج اللي هي بتبقى السيفير ستيج. طبعا مع اول زياره دايما بتبقى للجونيور او دكاتره صغيرين، بعد كده بتبقى الكيس ريفير لدكاتره تانيين. حضراتكم زي ما عارفين بيشنت الالزهايمر او ديزيز الالزهايمر نفسه البريفالنس مع الايج نفسه، يعني لو جينا اتكلمنا بيبقى من 1% اللي عنده 60 سنه بيبقى يعني بيبقى متصاب بالالزهايمر،
وبعد كده بيتدبل كل 5 سنين من عمر البيشنت، لغايه ما بنوصل لسن 85 سنه بيبقى من 30 ل 50% من الناس بيبقى ممكن بتتصاب بمرض الالزهايمر. الالزهايمر ديزيز صعب جدا، يعتبر الفورس ليدنج كوز للديس في الالدري، في الناس الكبيره. بيشنت الالزهايمر زي ما احنا عارفين بيبقى صعب جدا، هو بيكوب التاسكس بتاعت كل يوم، دايما بيبقى عنده ديتيريوريشن في الكوجنيتيف بيرفورمانس، بيبقى دايما عنده بيهيفير تشينج سيفير بشكل مستمر، بتصعب كل يوم عن اليوم اللي قبله. النهارده الحمد لله البيشنت الدونازيل البرودكت بتاعنا البيشنت الالزهايمر هو زي ما احنا عارفين الميكانيزم اوف اكشن هو سيلكتيف ريفرسبل انهبيتور اوف استايل كولين ستريز انزايم. سول انديكيشن هو بيستخدم في علاج التريتمنت السيمبتومز للاول ستيج بتاعه الالزهايمر ديمنشيا. لو جينا اتكلمنا على الفارماكوكاينيتكس اوف الدونازيل، هو ابزوربت اورالي، البايو افابيلتي 100%، بيوصل للبيك بلازما كونسنتريشن من 3 تو 4 اورز، كمان التي هاف بتاعته بتوصل لغايه 70 ساعه، بيوصل للستيد ستيت كونسنتريشن ان 2 ويكس، و 96% منه باوند للهيومن بلازما بروتين. كمان الاكسكريشن بيبقى في اليورين وميتابولايز في الليفر، كمان الميتابولايزد لفور ميجر ميتابولايتس، اثنين منهم بيكونوا اكتيف ميتابولايت. دي كانت ستادي اتعملت على الدونازيل الدونبيزيل، كانت بتقيس الافيكاسي والسيفتي اوف الدونازيل في البيشنت ويز الزهايمرز ديزيز. دي ترايلز اتعملت في 12 ويك، اتعملت هي مالتي سنتر ترايل، اتعملت على 1113 بيشنت ويز الزهايمر ديزيز، ريسيفد الدونبيزيل 5 مللي جرام. كانت الكونكلوجن حاجه هايله جدا، حصل في سيجنيفيكانت في الامبروفمنت في 3 حاجات، في الكوجنيشن بتاع البيشنت، في البيشنت اكتيفيتي، كمان في السوشيال بيهيفير. مش بس كده، ده كان على الافيكاسي، على السيفتي كانت البرودكت كان ويل توليريتد مع البيشنت. So the indications of الدونازيل is the first line treatment in all stage of dementia اللي هي related بالالزهايمرز ديزيز. So the effects ان هي ممكن يشتغل مع البيشنت with mild او mild moderate and severe alzheimer disease. احنا عندنا الدونازيل الباكج او الدوز عندنا 5 مللي جرام، زي ما حضرتك عارف ان احنا بنستارت ستارتنج دوز بال 5 مللي جرام وانس ديلي at bedtime بالليل عند النوم من شهر لشهر ونص، وبنوصل للمينتيننس دوز اللي هي 10 مللي جرام بير دي. البينيفيتس او السيفتي بتاعت الدونازيل ان احنا زي ما قلنا قبل كده ان حضراتكم ان هو تيكن وانس ديلي، فده جود بيشنت كومبليانس. كمان ان هو بيوصل للستيد ستيت ان 2 ويكس اونلي. كمان الدونازيل هو ويل توليريتد افكتيف اند سيف على اللونج تيرم يوز. مش بس كده، كمان بيبقى سيف مع البيشنت اللي بيبقى هيباتيك ورينال، ويمكن ده مع بيشنت اللي هو بيبقى الدري او الناس الكبيره بيبقى عندها مشاكل كتير وامراض كتير، فبالتالي بيبقى لود على الليفر او على الكيدني في الميتابوليزم او في الاكسكريشن. فكمان لما بيبقى في برودكت سيف مع في الهيباتيك او رينال ديزيز بيشن، فبيبقى بيدي لحضراتكم فلكسبيليتي ان هو يعني ادويه ثانيه لو هو بيبقى في عنده ديزيز ثاني. الدونازيل زي ما حضرتك احنا بتاخد وانس ديلي ات بالتايم. التريتمنت احنا ستارتنج بال 5 مللي جرام لمده شهر او شهر ونص، بعد كده بنوصل 200 دوز اللي هي ال 10 مللي جرام بير داي. احنا عندنا الدونازيل بيبقى 5 مللي جرام 30 تابلت ب 63 جنيه العلبه، الشريط ب 21 جنيه. دي صوره احنا لو حضرتك حبينا نتخيلها ونتامل فيها شويه، دي ست كبيره بتبص في مرايه بتشوف شابه صغيره. احنا اعتبرنا الدونازيل هو الويندو اللي هو من خلاله بيقدر البيشنت يشوف اللي هو تو ذا باست اند ذا فيوتشر، ان هو من خلاله بيقدر ريستور الميموري عن طريق الدونازيل، هو بيحسن الكوجنيشنز والذكريات شويه التريتمنت سيمس الزهايمر، فبيقدر يرستور الميموريز بتاعه الماضي، وفي نفس الوقت هو بيقدر يحافظ على الميموريز الجديده اللي بيكونها في الفيوتشر. سو احنا بنقدر الحمد لله الدونازيل ساهم في علاج بيشنت كتيره جدا هنا في مصر في بيشنت الزهايمر في السيمبتومز. فنتمنى طبعا من حضراتكم ان هو يبقى البيشنت بتاع حضراتكم يستفيد منه بشكل كويس. احنا الحمد لله الدونازيل افيلابل في كل الصيدليات في اول اوفر ايجيبت، في كل حته في مصر. كمان مش بس كده، احنا عندنا الدونازيل الحمد لله هو اتوفر في مستشفى الجامعه، بحيث برضو ان البيشنت بتاع حضراتكم يقدر يستفيد منه بشكل كويس اذا كان في المستشفى، او اذا كان بيشنت بره حابب يصرف الدواء
من المستشفى من جوه. نتمنى ان هو يعني حضراتكم تستفيدوا منه بشكل كويس، والبيشنت بتاع حضراتكم يستفيد منه بشكل كويس، ولو في اي كومنت احنا دايما بنبقى مع حضراتكم. دكتور محمد لو حضرتك تقدر شكرا تتفضل يا دكتور دلوقتي. مينا، اشيل السكرين. العفو دكتور، اتفضل. يا مروان ابعت منا بسرعه، ابعت منا منا تعالي اعمل لي شيء، مش عارف ايه اللي جاني ده. طب دكتور محمد، طب صدق يا باشا، أنا يا طارق، لا خالص خالص، تاني اي دي، لا احنا بس هنجيب اي دي تاني. طب اعمل لك ايه طيب؟ يا محمد اقفل المايك يا محمد. ماشي ماشي ماشي، عشان الكلام طالع يا محمد. ماشي 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 يا حبيبي. تسعة ستة زيرو أربعة، لا تسعة أربعة، لا غلط، تسعة ستة زيرو، تسعة ستة زيرو مش غلط، تسعة ستة زيرو، ستة زيرو، ستة زيرو، تسعة أربعة، أربعة اتنين اتنين. يا باشا ده رقم الحساب ده ولا إيه يا باشا؟ تلاتة زيرو اتنين تلاتة، علي الصوت بقى عشان ما دام رقم الحساب. طيب صوتك عالي قلقة يا عم. يا عم انت مش اللينك عادي يا محمد. لا اصل انا عايز اعمل الكمبيوتر برضو عشان كان انت داخل على اتنين لينك يعني. عشان ايه المشكله؟ هو نفس، ابعت نفس اللينك على على الكمبيوتر على التليفون، هيطلع لك نفس. ماشي يا عم علاء، حاضر. قول بس اتفحل اتفلح لما انت تبقى في الموضوع، ما يخرق ما يطلعش منك الصوت ويروح. ماشي حاضر يا حبيبي. ده انا مش انت. ازيك يا دكتور علاء؟ ازيك عامل ايه؟ الو يا دكتور طارق، بقول لك اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ تمام الحمد لله. الحمد لله، ربنا يسترها يا طارق، ربنا يسترها ان شاء الله. بقى عرفت ان الاستقبال عام مقفول؟ ما الدنيا كلها مقفوله، الاستقبال العام بتاع المستشفى الجامعه هيتقفل خلاص. ايوه ما مقفول من امبارح. ايوه ما اقول لك من امبارح بالليل، امبارح ما فيش، يا دوبك جاست الامرجنسي بس يعني، ولا حتى امرجنسي، هو اصلا ما فيهوش مكان اساسا. ما فيش مكان اساسا حتى الاستقبال ده، بس كده كلام. ما فيش مكان، ما فيش مكان ولا بيرسونيل. نعم، بعيد عيد طرح الموال تاني على الموقع بتاع النيوروسايكاتري بتاع الامتحانات، شوفوا هتنزلوا عليه في الاخر يا باشوات. والله احنا بعتنا وناس كتير ابتدوا يرجعوا في كلامهم يا دكتور طارق. يعني بس عشان يبقى الاولاد عارفين، يعني الاولاد هم حاضرين وابقوا عارفين ان الامور مش ماشيه ستريت، في ريسك كده جديد. عشان يبقى الاولاد هم متوقع ان كل يوم اللي الاسوأ يعني. ما انا بقول لك يعني الريسك هيبقى ديك، يعني الامور مش مضمونه اساسا، الريسك شكله مش حلو. الريسك عالي سواء على الناس كلها يعني، ممكن كانديديت يبقى عايز يدخل امتحان لا قدر الله. احنا ما عندناش مانع، ما احنا قلنا ما عندناش مانع، بس برضه لازم نشوف الامور يعني، راي الحكمه
وشوف الرأي الحكيم اللي شوفه يرسل عليه. لا باشا ما فيش ولا وافع على الرأي انه يتأجل يا طارق. الرأي انه يتأجل يا طارق. ما فيش اقسام اشتغلت خالص ياسر السروبي. فيش غير قسم كلينيكال باثولوجي بس. كلينيكال باثولوجي اللي عشان ما عندهمش حالات يا دكتور علاء يعني. وخلاص هو ده اللي وافق. طب ما انت ما تبص على كل الانسان. ما فيش ولا اسم وافق الكلينيكال. لا الكلينيكال باثولوجي ما عندهمش كيس. انفستيجيشن على حاجه على انفستيجيشن. انت هتعمل امتحانك انفستيجيشن ماشي. هم اساسا برضو بتوع كلينيكال باثولوجي موجودين بيتعاملوا مع الاسم السامبلز بتاعه المرضى يعني مش فارق معاه. ربنا يسترهم. ربنا يسترهم. يا دكتور محمد. ايوه دكتور طارق. سلم على منا ومروان اساسا اللي بيساعدوك. خليهم يساعدوك. كله بيساعد. انا انت عارف المره واحد اجنبي لقيته بينده على بنته ويقول لها تعالي. ايوه بس ما انا عارف. احنا كلنا ممكن نيجي نساعد والله. هنينا معاك يا باشا. المشكله حاجه بيجي يعلق مش عارف الكمبيوتر. ايوه وتاخده على الموبايل تلاقيه مش راضي يفتح على الموبايل. ما تعرفش ايه الحكايه. ربنا والله ما عارف. هو انا ما جربتش يا دكتور علاء دلوقتي. بتشتغل من على الكمبيوتر لو حبينا ولا لازم المحاضره تبقى على الموبايل؟ لا 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 على الكمبيوتر احسن يا بالعكس على الكمبيوتر احسن يا ياسر. بتساعدك انك تعمل شغل. الموبايل بيبقى محدود قوي والله. الزفت ده الابل ده الواحد ما بيعرفش يتعامل معاه يا طارق خالص. الكمبيوتر اللاب اللي اتسرق ده ومن ساعات ما جبتش هتبقى ازرق كل كويس. حاجه هتبقى الايقونات واضحه قدامك والامور اسهل. ربنا ييسر. يلا عايزين نسمعك قريب يا عم ياسر. والله يا طارق انا صاحي ما نظامي مجلوب فربنا ييسر. ما لناش دعوه احنا عايزين نسمعك يعني نسمعك ان شاء الله يا ريس. هنغني يا اخويا. ماشي ماشي. عامل ايه العيال يا طارق اخبارهم ايه؟ والله الحمد لله. بس احنا خلينا في ايوه بدأنا خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور ناجح. عايزين نرحب بالاستاذ الدكتور محمد طرخان معانا في الميتنج من السعوديه. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. بنرحب بالدكتور محمد طرخان استاذنا كلنا أكيد. استاذ الاعصاب اللي في السعوديه ما شفناهوش من زمان. وهو كذا مؤتمر حضره ومؤتمر الدكتور ايمان حضره يعني بليت. والباشا معانا هو احنا بنرحب بيه وبنهديه السلام اهو. تمام. ظهر اتفضل يا دكتور علاء درويش. اتفضل انت دكتور محمد بيه. ازاي حضرتك؟ السلام عليكم. انا عليكم اولا انا سعيد جدا ان انا موجود معاكم النهارده. ده شرف ليا ان انا ابقى في وسط عيلتي اسيوط اللي عمري وما خرجت من ذهني. انا بمسي على كل الموجودين الاسماء اللي موجوده قدامي. الدكتور محمد والدكتور طارق الدكتور علاء درويش الدكتور ناجح. انا بعتذر جدا عن العطل ده اللي هو بيحصل كل مره. وبشكر شركه ايفا مره تاني على المساعده اللي بيقدموها لينا في البوست جراديويت تيتشنج. وكمان بشكركم انكم انتظرتوني الفتره دي. وبرحب باساتذتي واستاذي الفاضل الاستاذ الدكتور طرخان. اهلا وسهلا بحضرتك وانا يشرفني ان حضرتك تسمعني. انا النهارده ان شاء الله هنتكلم على البرنسيبلز اوف جينيتك بيسز. نيكست يا طارق. ايوه قلبت لك يا دكتور محمد. ايوه معاك قلبت لك. هتظهر دلوقتي. ماشي. ما وصلتش يا دكتور طارق. المفروض ان دوات الزانيوكلياس اول شريحه بتاعتك عندي دلوقتي ظاهره دلوقتي. لا مش ظاهره عندنا هنا. كده ايه اللي ظاهر قدامك؟ طيب اللي اول شريحه البرنسيبلز اوف جينيتك بيزس كده نقلت على الشريحه الثانيه. لا يا باشا
أصبر. أيوة كده تمام يا بيه. ماشي أوكي. تمام. طب في شريحة قبليها؟ هو خلاص مش مهم يا دكتور طارق. الكورس اللي احنا هنتكلم عليه ان شاء الله في الجينيتك، اول حاجة هنتكلم على some genetic basis and terms. الحاجة التانية هنتكلم على DNA replication، برضو هنتكلم على gene expression والcontrol of gene expression، وهنتكلم على neurological diseases. هنتكلم على neurological diseases due to genetic causes. احنا عندنا الخلية عبارة عن النيوكلس في الخلية، هي المصنع بتاعنا. زي المصنع ده هو فيه كل الجينيتك ماتيريال، وهي المسؤولة ان هي تكون تغير الجينيتك ماتيريال سي دي، وتكون البروتين اللي هو مسؤول يبقى بعد كده ترانسميتد تو ذا سيتوبلازم اند تو ذا بلاد، عشان يديني الاكشن بتاع الخلايا المختلفة، كل واحدة على حسب الجروب بتاعها. طب ايه هي النيوكلاس؟ النيوكلاس عبارة عن، طبعا احنا بنتكلم هنا على الخلية اللي هي الايوكاريوتيك سيلز. في ايوكاريوتيك سيلز، ايوكاريوتيك سيلز اللي هي بتاعت الماملز اللي من ضمنها الهيومن بيين. الايوكاريوتيك سيلز النيوكلاس بتاعها ممكن تتكون من 3 نيوكلاس، ممكن تتكون من 1 نيوكلاي، وممكن مور ذان 1 نيوكلاي. النيوكلاس داخل الخلية عبارة عن ليها ستراكشر واضح. أول حاجة الستراكشر بتاعها ليها السيل نيوكلر ممبرين، زيه زي السيل ممبرين. النيوكلر ممبرين ده عبارة عن باي لاير ممبرين، فوسفوليبيد باي لاير فوسفوليبيد ممبرين. وبرضو في النيوكلوبلازم، ده الماتيريال أو الفلويدز اللي موجودة داخل النيوكلاس. وفي النيوكلويوس، النيوكلويوس دي very important ان هي بتعمل لي ال RNA synthesis. في بعد كده نيوكلر ماتريكس، النيوكلر ماتريكس عبارة عن البروتين containing fibril network، ده اللي بيحمي النيوكلاس. نيكست يا دكتور طارق. نيكست يا دكتور طارق. ايوه معاك يا ريس. ايوه معاك كده وصلت. انا شريحة عايز الكروموزوم اند كروماتين. النيوكلاس، احنا في النيوكلاس دلوقتي اللي بعدها. النيوكليار بور كومبلكس. النيوكليار بور موجودة عندك دلوقتي. بيحمل بس شوية. تركيب النيوكليار ممبرين عبارة عن بيتكون من باي لير، في اوتر لير وانر لير. الاوتر لير والانر لير دولة بيتحدوا مع بعض في ايه بنسميها النيوكلر بور. النيوكلر بور دي بتبقى مقفوله زي الازازه بتاعت البيبس، بنسميها نيوكلر بور كومبلكس. الانر لاير بتاع الباي لاير، الانر لاير تحتيها بيبقى في نتورك اوف لايرز بنسميها لاميني. اللاميني دي بتعمل سبورت للممبرين. من خلال النيوكلر بور كومبلكس دي البروتين والار ان ايه بيطلع من داخل الخليه او يدخل للخليه. فدي مهمه جدا النيوكلر بور والكونتنت بتاعتها. على السيرفيس بتاع او على فكره ما قلبش يا دكتور طارق السلايدز. انا المفروض بعرض يا ريس. ما قلبتش السلايدز، انا بتكلم على اساس ان هي هتقلب، ما قلبتش. كده قدامك انهي شريحه يا ريس؟ النيوكلاس ما اتغيرتش يا دكتور طارق. ازاي؟ طب اعمل لك نيو شير تاني، اصبر علي. في مشكله في ال اعمل نيو شير تاني. ايوه كده يا دكتور طارق. تمام كده عندك. تمام كده. البروتين سينثيسيس ان ذا سيتوبلازم ار تارجتد فور ذا نيوكلاس.
عن طريق النيوكولار لوكالايزنج ساينس. اللي نكس يا دكتور طارق كروموزوم لا قبل الكروموزوم انت اخذت كذا شريحه كده لا ما فيش كذا شريحه ايوه طيب اللي بعدها ايوه بقى تمام اللي بعدها لا لا بس كده يا دكتور طارق لا انت هات الشريحه الثانيه يا طارق انت طلعت خالص طيب الباكجينج نيجي بعد كده المصنع الكونتنت بتاعته ايه الكونتنت بتاعت المصنع دي عباره عن الكروموزومز الكروموزومز دي بتتكون من كروماتين فايبرز الكروماتين فايبرز ده عباره عن دي ان ايه اسوشيتد ويز بروتين اللي بعدها دكتور طارق لو احنا هنشوف المشكله كلها ازاي ادي الدي ان ايه الدي ان ايه اللي هو الدبل هيليكس الدبل هيليكس ده بيتحد بيمسك فيه عندي حاجه اسمها هيستونز الهيستونز ده نوع من البروتين ميلي امينو اسيد عباره عن ايتش جروب اوف هيستونز عباره عن اربعه هيستونز عندي هيستون 2 ايه وهيستون 2 بي وهستون 3 وهستون 4 الاربعه دول بيتحدوا مع بيتحدوا بواسطه هستون 1 بيعمل نيوكلوبلازم كور بارتكل النيوكلوبلازم كور بارتكلز دي بتتجمع مع بعضها عشان تعمل لي النيوكلر فيلامنتس النيوكلر فيلامنتس دي بتبقى تتلف تلف تلف باكجينج خالص عشان بعد كده توصل لي تعمل اللوب دومينز اللوب دومينز دي هتعمل لي في النهايه الكروموزوم اللي بعدها دكتور طارق نيكست نيكست الشريحه دي نفس الشريحه الثانيه بس جايه يعني بالطريقه الثانيه يعني احنا لو خدنا جزء من الكروموزوم هنا هنعمل له هيبقى هناخد منه مقطع هيعمل له كوندنسد كروماتين الكوندنسد كروماتين هنفكه هنشده هيبقى اكستندد كروماتين الاكستندد كروماتين هيبقى كويلد نيوكلوبلازم الكويلد نيوكلوبلازم في الاخر هيتكون من الهيستونز والدي ان اي نيكست يا دكتور طارق في حاجه اسمها هيتروكروماتين وايوكروماتين يعني ايه ايوكروماتين الايوكروماتين اللي هو اكتيف دي ان اي الهيتروكروماتين اللي هو ان اكتيف دي ان اي في عندي نوعين من الهيتروكروماتين في كونستيتيوتيف هيتروكروماتين ده بيفضل ريمين كوندنسد بيفضل كوندنسد داخل النيوكلس وبيتكون من ريبيت سيكونس اوف وفيو اكتيف جينز بيبقى ميلي ان اكتيف لكن في فيو اكتيف جينز الفاكولتيتيف هيتروكروماتين ده بيبقى ان اكتيف يعني اختياري فاكولتيتيف يعني اختياري فبيبقى ان اكتيف في ستيج معينه من المراحل العمر زي الاكس كروموزوم بيبقى ان اكتيف ديورينج امبريوجينيسيس نيكس دكتور طارق في حاجه احنا بنتكلم على الترمز دلوقتي ازاي هنفهمها الجينز احنا الجينوم عباره عن الكولكشن اوف جينيتك انفورميشن المجموعه الجينيتك انفورميشن اللي موجوده داخل النيوكلاس اسمها جينوم الجينوم اللي هي عباره عن 46 كروموزوم او 44 كروموزوم زائد اكس اند واي كروموزوم الجينز عباره عن البيزك يونت اوف جينيتك انفورميشن الجينز ديتيرماين ذا انهيرتنس كاركترز الجين ده هو المسؤول ان بيحدد الانهيرتد كاركترز يعني بيحدد لون الشعر او بيحدد الطول وبيبقى موجود عباره عن لاين صغير على الكروموزوم زي ما مرسوم هنا الكروموزوم ده عباره عن الستورج يونت اوف جينز الكروموزوم كل الجينات بتبقى موجوده على الكروموزوم الدي ان ايه ده ذا سمولست يونت النيوكليك اسيد اللي كونتينز ذا جينيتك انستراكشن اتسيلف يبقى الدي ان ايه عباره عن كونتيننج الجينيتك انستراكشن اتسيلف والدي ان ايه بيعمل لي في الاخر الجينز والجينز بتبقى موجوده
على الكروموسوم عشان يحصل لها ستورج. نيكست يا دكتور طارق. في حاجة اسمها لوكس. اللوكس عشان نفهمها زي ما انتم شايفين في الرسمة هنا، انا عندي رقم واحد ده الكروماتين، رقم اثنين ده اللي هو السنترومير، رقم ثلاثة اللي هو الشورت ارب، رقم اربعة اللي هي اللونج ارب. اللوكس الجين بيبقى موجود على حتة من الكروموسوم، زي ما في الصورة اللي في جنبها جين واحد موجود كمارك كده موجود على الكروموسوم، فهو ده اللي هو الجين. الجين ممكن يكون لي وان لوكس في مكان معين، وممكن يكون مالتيبل لوكاي او مالتيبل لوساي، يعني ممكن يكون موجود في كذا مكان. ده بالنسبه لللوكس عشان هنفهمها فيما بعد يعني ايه لوكس. الاليل لسه دكتور طارق. الاليل ده عباره عن وان، الاليل ده كل جين ليه تو فاريانتس، وكل فاريانت من الجين اسمه اليل، بيبقى على البارتيكولر لوكس بتاع الجين، لا اما بايلاترال او على الناحيه الثانيه او في مكان ثاني. نيكست يا دكتور طارق. نيكست. تعالى نطبق الكلام ده على المثال اللي قدامنا. لما نلاقي هنقرا ان 3 بي 3 بي، القراءه دي مش صحيحه، المفروض نقول 3 بي 22.1. ماذا تعني الثري دي؟ اللي هو الكروموزوم، النمبر اوف كروموزوم زي ما هو موجود قدامنا. البي ده الشورت ار، والكيو اللي هو اللونج ار. طيب 22 عباره عن ايه؟ الريجون والباند. ممكن الاقي سب باند. طيب تعال نشوفها على الرسمه اللي قدامنا. يعني هنا عندي، لو هنا الريجون اوف هنا الكروموسوم، هنا الكروموسوم رقم 3 على الشورت ار، الريجون 2، الباند 2، الريجون 2 هنا والباند 2. لما نيجي نقرا ده هنلاقيه ايه؟ هنلاقيه الكروموسوم رقم 3 الشورت ار، الباند 2، اللوكس 2، الباند الريجون 2، الباند 2، السب باند 1، السب باند 1. لو اخذنا المثال الثالث هنلاقيها ايه؟ هنلاقي الكروموسوم 3 الريجون 2 الباند 1. دي قراءه، يعني ترجمه لما الاقي في ميوتيشن واقرا ان ايه اللي بيحصل. هل ده رقم نمبر اوف ذا كروموسوم، وده البي او الكيو الارم بتاعي شورت ارم او لونج ارم، والاثنين الاولانيه دي اللوكس، اللوكس وبعد كده الباند وبعد كده اللوكس وبعد كده الريجون وبعد كده الباند وبعد كده السب باند اللي هي واحد. نيكست يا دكتور طارق. هننتقل بعد كده للدي ان ايه. الدي ان ايه عباره عن، بيتكون من ايه الدي ان ايه؟ الدي ان ايه بيتكون من تو بولي نوكليوتايد ستراندز، اثنين ستراندز لافين حوالين بعض. كل ستراند ماشي عكس الثاني، يعني من 5 لـ3، الثاني يتعكس من 3 لـ5، هما الاثنين ماشيين عكس بعض. في شوجر باك بون، وفي البيز بتاعتي اللي هي الادينوزين والسيمين والسيتوزين والجوانين، وكل التو بانس دول بيتحدوا مع بعض بويك هيدروجين باندز بونز. النيكست يا دكتور طارق. هنشوفه في الرسمه هنا، ده البيز بتاعي، البيز الادينين والجوانين والسيمين والسيتوزين. نيكست يا دكتور طارق. نيكست. ده اللي هو اللي هنا بقى. لا ارجع يا دكتور طارق اللي جاب ليها برضو. ده اللي هو عباره عن البيز
واللي في جنبها دي ال 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 الفوسفورس الفوسفورس جروب والجلوكوز جروب. دول بيتحدوا مع بعض بالاثنين دول اللي هي البيز مثلا السيمين مع الادينين بيتحدوا بويك هيدروجين بوند. نيكست يا دكتور طارق هنشوف اوضح في الرسمه دي. ادي عندي التو ستراندز اهم. لو احنا شايفين الاستراند اللي ماشي ببدأ بالسيمين هنا هينتهي هنا بالادينين، والعكس اللي بدأ بالسيمين من الناحية التانية هينتهي بالادينين، الادينين من الناحية التانية خلاص. ده ودي البوند اللي في النص الهيدروجين بوند، وده الجلوكوز والفوسفورس الشجر والفوسفورس والفوسفورس جروب. طيب هنا نيجي نقرا الشريط بتاعنا زي ما في من فوق كده. ادينين سيمين جوانين سيتوزين سيمين جوانين سيتوزين جوانين ادينين ادينين عباره عن بالرص البيزس كده او المجموعات، وبعد كده بنقسمهم لكل ثلاثه بيدوني عباره عن دي بنسميها دي ان ايه ستراند ال دي ان ايه بنسميها دي ان ستراندز از ميد اوف ليترز. دي الحروف، دي الحروف. بعد كده لما بقسمها 3 3 كل 3 بيكونوني امينو اسيد بسميها الوورد الكلمه بقى. بعد كده يبقى بعد الحروف دي تترجم لكلمات لامينو اسيدز، والكلمات دي كل مجموعه كلمات مع بعضها بتعمل لي 1 جين، يعني كل 3 امينو اسيد او 4 امينو اسيد يعملوا لي جين. These synthesis are called genes. Genes tell the cell to make other molecule called proteins. في النهايه الجينز دي لو كانت كودنج او نون كودنج، الكودنج بتعمل لي سيرتن بروتين. اللي بعدها دكتور طارق نيكست. الهيومن جينوم، الهيومن جينوم الموست اوف هيومن جينوم سيلز كونتين 46 كروموزوم. عندنا 22 بيرز اوف كروموزوم بنسميهم اوتوزوم، والتو كروموسوم اكس واي واكس اكس. ذا نيكست نيكست يا دكتور طارق. في حاجه اسمها جينوتايب. يعني ايه جينوتايب؟ لو نرجع تاني نفتكر اللوكس اللي احنا كنا بنتكلم عليها، اتش لوكس بيبقى عليها جين. بيبقوا عندي تو جينز، الجينز بيجوا واحد من الميلز وواحد في الفيميلز في النهايه، هما الاثنين بيكونوني الجينوتايب ات ذا لوكس. وجودهم على المكان ده اسمه جينوتايب، يعني ان انا حددتهم على المكان ده اسمه جينوتايب. لكن الاكسبريشن بتاعهم يعني الجينز دي مسؤوله عن الكلر اوف هير مثلا، الكلر اوف هير. يبقى الكلر اوف هير هنا او الهير ده الاكسبريشن بتاعه اسمه فينوتايب. الاكسبريشن بتاع الجينات دي النتيجه بتاعتهم اسمه فينوتايب. هنشوفها في الرسمه دي زي مثلا اهو اي الاي موجوده على التو كروموزومز دي اسمها في لو واحد دوميننت وواحد ريسيسيف هيبقى اسمها جينوتايب، وممكن واحد اثنين ريسيسيف او واحد اثنين دوميننت. لكن الفينوتايب اللي هو الكلر بتاع الكلر بتاع او الاكسبريشن الاكسبريشن بتاع الحكايه دي زي البلاك ايز الاي بلاكس او وايت ده اللي هو الفينوتايب. نيكست نيكست يا دكتور طارق. في حاجه اسمها التريتس. التريتس التريت هنا عباره عن ايه؟ التريت عباره عن ما هي الا فينوتايب اكسبريشن، بس زياده عليه ايه؟ بيحصل الافكت بتاع الانفايرمنت. يعني مثلا لو البراون هير، لكن يقول لك براون هير ده لا ما بيلمع، وده براون هير بتاعه مش بيلمع. هنا الافكت اوف انفايرمنت او اذر فاكتورز على
الجينوتايب بيعمل لي تريتس، يعني الافكت الفينوتايبس التريتس ما هي الا فينوتايبس زائد الافكت اوف ذا انفايرمنت. في ترم تاني اللي هو الكاريوتايبس. الكاريوتايبس الكاريوتايبس عباره عن الارنجمنت اوف ايمج اوف كروموسوم. لما باجي بشوف تحت الميكروسكوب بعمل ارنجمنت للكروموسوم عشان اقرا الكروموسوم ده، ده الارنجمنت بتاعه اسمه كاريوتايبنج. الكاريوتايبنج ده بالاندر ميكروسكوب لما اعمل ستيننج للكروموسومز. نيكس، في حاجه اسمها دوميننت وفي حاجه اسمها ريسيسيف. الدوميننت اليل اكسبريسد ايفن اف ات از بيرد وذ ا ريسيسيف اليل، يعني هو السائد. هو يقول انا كلمتي انا اللي بتمشي بس مش كلمه حد تاني، طول ما انا هتكلم محدش يتكلم. فهو هيتكلم، فطبعا هو يعني مثلا اللون البراون، في براون بي كابيتال البراون، البي سمول جراي. فلما يجي يتحد البي كابيتال مع البي كابيتال لو الاثنين دوميننت هيطلع لي براون، لو الدوميننت مع الريسيسيف برضه هيطلع براون. لكن الريسيسيف قليل كل واحد يعني ايه زيه زي الثاني، كل واحد بيعمل اكسبريشن لإتسلف زي التاني. وبالتالي الجراي الاثنين بيدوني الكالر اللي قدامكم ده، وانا مش عارفه يعني ايه، يعني مش مايل على الجراي قوي، بس هو يديني كالر مختلف ميكس من التو براونز. في حاجة اسمها الدومينانت ليسل. دومينانت ليسل، الدومينانت ليسل ده ايه؟ لو الدومينانت بتاعي الديزيز، لو الجين اللي هو الدومينانت ديزيز، العيان بيحصل له نو سيرفايف ان يوترو او شورت لايف سبان، العيان الطفل بيموت ان فيترو او ان يوترو او يحصل له شورتنينج لايف سبان، لان هنا الدومينانت بيبقى اكسبريس اتسيلف. يعني لو هو دومينانت ومعاه ريسيسيف او دومينانت ومعاه دومينانت. الريسيسيف ليسل انهيرتنس باترن ان هويتش انديفيدوال وذ تو كوبيز، لازم يبقى فيه تو كوبيز اوف ليسل اليلز، لازم هنا يبقى عشان يبقى الريسيسيف ليسل لازم تو كوبيز من الريسيسيف اليل. لكن هنا الدومينانت اليل كافي لوحده ان يعمل شورت لايف سبان او ديث اوف ذا فيتس. نيكست، وان لوكس. احنا لو تفتكروا في الاول لما جبنا الكروموسوم قلنا في مالتيبل، ممكن الاقي مالتيبل لوساي وممكن الاقي وان لوكس. فوان لوكس هنا هيعمل لي حاجه اسمها هيموزايجوت، واكثر من وان لوكس هيديني هيتروزايجوت. نيكست يا دكتور طارق. الكارير، ايه هو الكارير؟ الكارير عباره عن يبقى الشخص عنده الديزيز جين بس نوت ترانسميت ات تو ذا اوف سبرينج. السيمتومز بتاعت ما فيش سيمتومز ظاهره على الشخص ده، لكن ينقل الديزيز جين للأوفسبرينج، لكن هو مش ظاهر عليه اي سيمتومز. هنتنقل لحاجه تاني، ده معظم الترمات اللي احنا عايزين نعرفها، لان الترمات دي هتفيدنا بعدين. الجينيتكس، ميديكال جينيتكس، انا عندي السكس جنرال باترن اوف انهيرتنس ار اوبزرفد. عندي اوتوزومال ريسيسيف واوتوزومال دوميننت واكس لينكد ريسيسيف واكس لينكد دوميننت وكو دوميننت وميتوكوندريال. نيكست، الاوتوزومال ريسيسيف، الديزيز بيبان في الميل اند فيميل تشيلدرن. الاثنين الاب والام بيكونوا كارير ان افكتد، انا افكتد، الاثنين بيبقوا انا افكتد. لازم هيطلعوا لي بيبقى فيهم لما في الاوفيس برانك بيحصل يطلع وان فروم، ممكن الاوفيس برانك بتاعهم
يطلع الناس ان افكتد وناس الناس ان افكتد وناس نورمال وناس افكتد. يعني ممكن 1 من الفور يطلع افكتد. نيكست الاوتوزومال دومينانت. هنا الافكتد ميل اند فيميل ابير ان ايتش جينيريشن. يعني كل جيل من الاجيال هيلاقي فيها افكتد بيرسون. عدينا ال افكتد ماذر اند فاذر ترانسميت ذا فينوتايب تو بوث سونز. يعني هنا الميل الاوفس برينج سواء بنت او ولد هيبقوا افكت زي الهانتنجتون ديزيز او كوريا. نيكست اكس لينكد ريسيسيف. الاكس لينكد ريسيسيف هتلاقي مجموعه من الميلز ممكن تبقى افكتد لكن اكتر من الفيميلز او غالبا ما تبقاش افكتد الفيميلز خالص. كل الفيميلز of an affected male are carrier. الفيميلز هنا كلهم بيبقوا carrier not disease زي الهيموفيليا. next الاكس لينك الدومينانت. الافكتد ميل باس ذا disorder تو اول daughters. كل الديزيز عشان هو الاكس ميل اللي هو الافكتد فافكت مين؟ افكت الدوترز بس. بس لكن السنس الاولاد ما تبقوش افكتد خلاص زي الفراجايل اكس سندروم. نيكست كودومينانت. كودومينانت هنا ايه؟ كودومينانت الاثنين دومينانت فكل واحد ليه كلمته. Two different version alleles of gene can be expressed. كل واحد هيعمل expression بقدر معين. And each version make a slightly different proteins. كل واحد هيعمل بروتين مختلف. Both allele influence the gene genetic traits and determine genetic conditions. زي ABO group locus. كل واحد بيعبر عن نفسه وممكن في الآخر يطلع لي حاجة مختلفة. اللي بعده الميتوكوندريال انهيرتانس. الميتوكوندريال انهيرتانس احنا قلنا كل الانهيرتد ماتيريال في النيوكلاس لكن في جزء منها في الميتوكوندريا. لما تبقى افكتد الجزء بتاع الميتوكوندريا بنسميها ماتيرنال انهيرتانس. ماتيرنال انهيرتانس ده بيبقى this type of inheritance applies to genes in mitochondrial DNA. الميتوكوندريال ديس اوردرز كان ابيرز ان افري جينيريشن اوف فاميلي اند كان افكت بوث ميلز اند فيميلز بات فاذرز دونت باس ميتوكوندريال تريتس. يعني ميلي عشان كده حتى بيسموه ماتيرنال انهيرتانس زي الليبر اوبتيك اتروفي. معلش هو دول يعني اختصار لترمات معينه هتفيدنا بعد كده في اللي هنقراه. يعني يا ريت يكونوا واضحين انا وبتكلم عليهم. الجزء الثاني من المحاضره اللي هو الدي ان ايه ريبليكيشن. اللي بيحصل في النيوكلاس ان يحصل ريبليكيشن للدي ان ايه. بعد كده بعد ما يحصل ريبليكيشن الدي ان ايه يعمل ترانسكريبشن يعمل ار ان ايه. الار ان ايه بانواعه المختلفه بعد كده يكون لي البروتين. البروتين يطلع بره السيتوبلازم لا اما يعمل اكشن داخل الخليه لا اما يروح البلد ويعمل لي في ريموت اكشن او ريموت افكت. فايه هو الريبليكيشن؟ دي ان ايه ريبليكيشن از بايولوجيكال بروسيس اوف برودوسينج تو ايدنتيكال ريبليكيز اوف دي ان ايه. اللي احنا قلنا الهيليكس بيتكون من اثنين ملفوفين حوالين بعض. الريبليكيشن ان كل واحد من الستراندز دول هيعمل لي طبعه ثانيه منه يبقى كل واحد الدي ان ايه عمل لي اثنين دي ان ايه. نيكست بيتكون الستيجز بتاعه الريبليكيشن من 3 ستيجز.
initiation و elongation و termination. لو احنا ادي لو احنا ادينا دي صورة مبسطة هنتكلم عليها في الصورة اللي بعد كده. الانيشيشن ادي ده ستراند وده ستراند واللي بينهم ده عبارة عن الهيدروجين بونز. هيجي هنا في حاجة اسمها دي ان ايه هيليكيز انزايم. الدي ان ايه هيليكيز انزايم هيعمل لي ان ويندز للتو ستراندز دول, يكسر لي في النص ويفتح لي التو ستراندز من بعضيهم, يفتحهم من بعض كده ويروح فاصل ده عن ده. الحاجات اللي في النص دول اللي هي اتكسرت اسمها فوركس. يجي الدي ان ايه برايميز, دايما الريبليكيشن احنا عندنا الاستراند 5 اهو لتلاتة وتلاتة, الاستراند الثاني 3 لخمسة, لا هيتكسروا في النص. يجي بعد كده ايه الدي ان ايه برايميز يعمل لي حاجه اسمها برايمر. لو شايفين الناحيه الثانيه ناحيه الحمراء الخط احمر دي, ايوه ايوه دكتور طارق, دي هتبدا من 5 تمشي ناحيه 3 عكس الاتجاه. يبقى هنا هيعمل لي حاجه اسمها كيك ستارتر. كيك ستارتر دي ضربه البدايه, ضربه البدايه ده البرايمر او الكيك ستارتر عشان البرايميز البرايمر ده عشان البوليمريز يشتغل, الانزيم بوليمريز يشتغل. هنشوف الكلام ده اوضح في الصوره اللي بعد كده. نكس يا دكتور طارق. لو احنا شايفين الهيليكيز كسر لي التو ستراندز, تمام, ادي الاستراند اللي بادئ من 3 ل 5, تمام. هيجي بعد كده البرايميز هيعمل لي البرايم هنا اهي ناحيه 5, ايوه تمام يا دكتور طارق, دي البرايم ده هيروح البرايميز دي ان ايه بوليمريز يعمل ايه, يعمل له ستريتشنج الونجيشن, يشده كده تمام ويوصله لغايه هنا, يعمل له الونجيشن. اول ما يعمل له الونجيشن يبدا يقرا الامينو اسيدز, يعني يشوف يجيب من الاول الادينين يحط قصاده سيمين والجوانين يحط قصاده سيتوزين وهكذا, يبدا يقرا العكس بالظبط, تمام. يبقى التو ده بنسميها ليدنج ستراند. يبقى الالونجيشن الدي ان ايه بوليمريز يروح عامل الليدنج ستراندز ده, وبعد كده يقعد يقرا الامينو اسيد, يشوف الامينو اسيد اللي موجود ويحط المقابل البيز بتاعته اللي مقابل ليه, الادينين مع السيمين والسيتوزين مع الجوانين. وصل للنهايه لغايه التكسير في النهايه هنا, يوصل للنهايه. نيجي على الناحيه الثانيه بقى ايه البرايم, هنا البرايم متكون كونتينوس 1 بارت, هنا البرايم من كذا واحده في الاستراند الثاني. البرايم تلاقيه متقطع كده, شايفينه حتت متقطعه اهو, حتت متقطعه البرايم, ايوه تمام, اللي تحت الاحمر ده الاحمر البرايم ده متقطع, عشان كده سموها لاجنج ستراند. اللاجنج ستراندز دي يجي بعد كده فيما بعد يحصل الدي ان ايه لايجيز, دي ان ايه لايجيز يربطهم مع بعض عشان تبقى كونتينوس ستراند. وفي النهايه يروح مفصول الاستراند ده ل 2 دي ان ايه, دي ان ايه الناحيه دي ودي ان ايه الناحيه دي. الدي ان ايه بيبقى على حسب الكودنج, الحته اللي متقطعه دي اسمها اوكازاكي فراجمنت. الحتة المتقطعة دي تتحد مع بعضها باللايجيز وتعمل لي اللاجنج ستراندز ده, يبقى كونتينوس بدل ما هو انتربتد. وبعد كده يبدأ يقرأ الأمينو أسيد برضو بنفس الطريقة اللي قراها في الليدنج ستراند, في النهاية يكون لي 2 دي ان ايه.
نيجي للمرحلة التيرمينيشن لعملية التشطيب في الآخر. التيرمينيشن يجي يعمل كودينج لميني أمينو أسيدز مش لازم بالطريقة اللي هي اللي احنا قلناها عشان بتبقى نون كودينج ويعمل الستيج اوف تيرمينيشن. يبقى الستيج اوف انيشيشن، ارجع تاني دكتور طارق، الستيج اوف انيشيشن اللي هو ان يكسر بالدي ان ايه هيليكيز، وبعد كده يعمل ليدنج سترانس، وبعد كده يعمل لاج سترانس، وبعد كده يعمل لي في الاخر 2 دي ان ايه. اللي بعدها دي ملخص الانزيمز اللي هي بتشتغل. الهيليكيز بيشتغل بيعمل لي بيعمل دي ستابلايزنج زي هيليكس، التو هيليكس سيباريت ذا تو ستراندز اوف دي ان اي. بعد كده اللي هو البوليمريز اللي هو بيعمل لي اولونجيشن للبارت، وبعد كده اللايجيز او اللايجيز بيعمل لي يربطهم مع بعض. انا عارف ان طبعا المحاضره كان يعني الجين اكسبريشن طبعا مش هينفع نقوله دلوقتي، لكن انا عارف ان طبعا التاخير اللي في الاول ده فانا اسف عليه للمره الثانيه، وياريت ان انا اكون قدرت اوصل اي معلومة لطبعا للجينيور ستاف، لكن السينيورز اكيد المعلومات دي موجودة عندهم وحاولت افسرها بقدر الامكان. هو موضوع رزل وغتت بس يعني ما اعرفش يعني وصل بالطريقة كويسة ولا لا. شكرا. شكرا دكتور محمد الوقت حضرتك والمحاضرة الجميلة يعني خالص لحضرتك يعني. شكرا يا دكتور محمد. احنا اللي شكرا. شكرا دكتور محمد بارك الله فيك. تعبناكم. شكرا دكتور. شكرا يا بيك كتر خيرك. دكتور محمد مع سيادتك يا عشان مستنى اسمع حضرتك. طيب انا الحقيقه I'm one of the people who not interested in genetics. However, you refresh my knowledge. Your presentation was very fine. أيه باش. And a lot of expressions. You highlight many you highlighted many points, and you refresh our knowledge, and you explain it in a very good way. يعني واضح جدا انك انت فاهم الموضوع وهضمه. يعني احيانا I enjoy your presentation يا محمد. Thank you very much. شكرا يا بيك على التفكير. يعني الحقيقه لا رائعه. انا حضرتك مقدمه للجينيتكس يعني لسه في دي طبعا. دي مقدمه يا محمد، دي مقدمه. لا والله يا باشا لسه في جينيتكس اكسبريشن والكنترول جين كنترول والبروتين والحاجات دي. انت يعني انت بتفرش الفرشه. However, this is a very rich meal. يعني دي وجبه دسمه في حد ذاتها. الحقيقه انا بس عايز اقول حاجه الاول قبل المحاضره. انا النهارده انا عايز اقول ان كنت وحشيني جدا، وان انا مقصر معاكم، وان انا اتبسطت جدا بعد فتره طويله ان انا اسمع صوت الدكتور ناجح والدكتور علاء، ويمكن انت محمد انا شفتك قريب. لا دكتور محمد وتسمع صوت انا كمان عشان انت وحشني جدا يا دكتور. ربنا يخليك. ربنا يخليك يا دكتور طارق. انت معايا على طول على الفيسبوك انت ومحمد. الله يبارك فيك يعني يا حبيبي. انا حاسس يعني النهاردة يوم جميل جدا بالنسبة لي، واتبسطت جدا ان انا معاكو، ويعني بحس ان انا يعني حليت بعض التقصير بتاعي. انا اتمنى ان كنتوا كلكم تكونوا بخير وتفضلوا بخير دايما ونتقابل. وانا اتمنى ان احنا نتقابل ان ريال لايف، لان انا ما بحبش الفيرشوال ده. هو الفيرشوال ده بس برضو مستنينك يوم الثلاث الجاي ويوم السبت الجاي يا ريس. احنا دايما السبت والثلاث شغالين على طول بعد الساعة 10 بالليل. ابعتولي على اي يعني على ايه مش عارف على الفيسبوك. هتوصل لك ما تقلقش، هتوصل لك بكل الطرق. ابعتولي على الماسنجر على اي حاجة يعني. ماشي. لكن محاضرة محمد عظيمة جدا، واضح ان هو يعني هاضم الموضوع كويس وبيعرضه بعرض واحد فهمه جدا يعني.
يا باشا كتر خيرك تلاميذك يا دكتور طرخان، وانت عارف ليك معزه خاصه في قلوبنا كلنا بيه، ربنا يخليك ويسترها عليك وترجع لنا بالسلامه ان شاء الله. شاكرين شاكرين، تمنياتي ليكم كلكم بصحه طيبه وان احنا نلتقي على خير ان شاء الله. شكرا يا فندم. شكرا شكرا دكتور طارق، تعبتك انا عارف. لا يا راجل، لا يا راجل مفيش مشكله. شكرا يا باشا كتر خيرك، استمتعنا استمتعنا بالشغل الجميل ده دكتور محمد. ربنا يخليك يا باشا، ربنا يكرمك. الله يخليك، الله يبارك فيك يا حبيبي، الله يبارك فيك. يلا وشكرا لايفا وكتر خيركم، ربنا يكرمكم ان شاء الله ونلتقي. مرسي حضرتك لو سمحت لنا. شكرا يا مينا، ربنا يخليك يا عم، بتكمل يا دكتور. مرسي حضرتك جدا، شكرا يا حبيبي، كتر خيرك. سامي